واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تتواصل الضربات الأمنية للتصدي للجرائم التي تضر بالبيئة وجرائم غش السلع بكافة أنواعها، بخاصة جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني. فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات أمنية مكبرة في هذا الإطار، أسفرت جهودها عن ضبط مخزنين ومحلين وشركة وأربعة مصانع بدون ترخيص بالجيزة لتجارة وتصنيع الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية، بداخلهم قرابة 600 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص ومجهولة المصدر، وستة أطنان ونصف مخصبات وأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر. كما نجحت في ضبط ستة محلات ومخزن وشركة بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بإجمالي مضبوطات 49 طن ونصف أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر، وقرابة 17500 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر. ونجحت الأجهزة الأمنية بنطاق مديرية أمن القليوبية في ضبط مصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخله كمية تزن 42 طن مواد خام وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر و15 طن منتج نهائي مغشوش وبدون بيانات. كما تم ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بداخلهما 102 طن مخصبات زراعية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. واستمرارا للحملات الأمنية بالقليوبية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مصنع بدون ترخيص للمخللات بداخله 40 طن ونصف مستلزمات إنتاج مخللات مجهولة المصدر. وبنطاق مديرية أمن الغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خمسة مصانع للأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بدون ترخيص بداخلها 122 طن ونصف أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها بدون بيانات. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أربعة مخازن بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية ببني سويف بداخلهم قرابة 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر. وبنطاق مديرية أمن البحيرة، أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ست شركات ومصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخلهم تم ضبط أكثر من 327 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر و15 طن أسمدة زراعية بدون بيانات. وبنطاق مديرية أمن المنوفية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط خمس شركات ومصنع للأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بإجمالي مضبوطات تزن 327 طن أعلاف حيوانية ومخصبات زراعية بدون ترخيص. كما تمكنت الأجهزة الأمنية وبنطاق مديرية أمن القاهرة من ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية متنوعة وأكثر من 9 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر بمصنعين وثلاجة بدون ترخيص.